السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة أزمور. من طبيعة الحال مشاهدي قناة شوف تيفي في هذه اللحظات انتم على المباشر، يعني مجموعة من الناس كيحتجوا على ارتفاع فواتير بطبيعة الحال الماء والكهرباء، هادشي اللي خلاهم انهم يخرجوا ويحتجوا بطبيعة الحال ويدافعوا على راسهم. خذ الميكرو عافاك، خذ الميكرو. خويا راه الكونة في شهر 7، راه الموالف كنخلى سنة 3000، كنخلى سنة 3200 4000 ما بين الماء والضو، جابوا لي 15000 ما بين الماء والضو في شهر 7. قلت لهم رجعوا معايا، لا عمرني استهلكت هادشي 2019 و2018 و2016 ما عمري، و2020 ما استهلكت حتى لهذا الشهر 7 ديال 2020. الله يرحم والديكم، ديروا لينا شي حد، الله يجازيكم بخير. الله يجازيكم بخير. لا لا هكا الوالده. شوف وليدي، انا رانا عكاريه، انا عكاريه، ها انت، انا راني عكاريه وكتجيني 5000 والفوق، وكنضلع في البركازات. اش غندير؟ عدي الله، والله ما عدي. والكرا واش غندير؟ في غنصد انا نمشي لخوان انت 40000 هذه راهم ولاد دار، في غنمشي انا نمشي طالبه ما يعطيوكش. وكاع نهار وانا خدامه في البركازات، الله الا كاع نهار وليدي وانا عارف البركازات، ربي اللي عالم عليا، وساكنين على الكراي، مساكن خدامين عارف الموقف. شحال جاتك في الماء ولا الضو؟ وباقي دابا ما فرزناش، راه جات 40000. احنا على 6 الكرايه، احنا على 6 الكرايه صافي. الماء ولا الضو؟ الماء والضو بجوج 40000. بجوج جات المولى الدار، دوكا غتفرز علينا شحال غتجيني؟ قال لي داك الشيء اللي غيجيني غنقد نخلصو. غنقدش نخلصو. 26 وهاد النوبه خرج لنا 40000. 40000 ريال. وانتوا عندهم استجبوا لكم؟ دخلت عدو وشكيت على هذاك، قال لي حتى الاربعاء الخروجي اليوم ما كاين لا اصلاحات لا والو، ما كاين والو. شنو قالوا لكم بالحرف؟ شنو قال لي؟ حتى الاربعاء وجيت دخلي عند المودي. الله يسترك حبيبي، الله يعاونك خويا. السلام عليكم. جانا خويا الضو غالي، ما كيقلبوا لا ما لا الضو، وانا عند العشاء كنعس، ما قاديش هذاك الشيء، راجل كبير كيجيني النعاس بكري، اي وما كيجيوش يقلبوا، خرجوا لنا على الضو غالي، كيرادفوا شي على شي، وحنا خصنا نبيعوا الدار باش نخلصوا. ايوا هذا الشيء اللي كاين. اعطي الميكرو السيد. 6000 كنخلص، خلص 2400 كنخلصها في الشهر، ما وضو دابا 6000 ريال جاتني، وما الدار ما فيها حتى واحد. 6000 ريال والدار خاويه. الدار خاويه، ما انا كنت في العروبيه واحد نسيبتي مريضه ما جيتش، حتى جبر الضو ما كيقيد والو، ما قال معلمهم، انا مسورتهم ما كيقيد ما كيديروا. جيت عندو انا نخلص، خلص هذا قال لي المدير لا خلص شهر 7 ما تخلصيش تاع الماء، خلص الضو، خلص الضو 26100. قال لي هو هذا، قلت له منين جاتني انا هو؟ انا كنت غايب والضو كيفاش؟ اما كيمشيوش اسيدي الماء، قال الاوراق باش غنخلصوا. يعني انت عندك دار خاويه؟ دار خاويه مسدوده. مسدوده يلاه جيت لها في هذا الشهر. و 6000 ريال؟ 6000 ريال، منين غنجيب هاد 6000 ريال انا؟ ما كيكونتروليش، ما كيدير والو. جيت انا نخلص، قال لي هذا ولي عندك، سير طلع عند المدير. وهذا الشيء اللي كاين اصاحبي. هذا الشيء اللي كاين. عطي الميكرو. السلام عليكم. قرب الميكرو عافاك. انا عندي خلص شهر 4 فيه 4000، فيه 4 شهر 5 فيه 4000 ريال، وشهر 6 فيه 44000 ريال. وعندي واحد الشكايه من 2018 على شهر فيه 18000 ريال، فين ما نبغي نمشي نخلص كيطلع لي هذاك الشهر فيه 18000 ريال، وما كاين لا اصلاح لا والو. كانوا ضحاو بواحد موظف من اصغر موظف فيهم، بان هو هو اللي كيدير الخطا ما كيكونتروليش. الله يرحم الوالدين. ما كاينش مسؤولين اللي غادي يوقف معاك، ولا شي عضو ديال الجماعه اللي غيوقف معاك ويوقف مع الدراويش. الناس في ظرف هذه الازمه هذه غنخلص 44000 ريال في شهر واحد، حشومه عيب وعار، وحشومه. الله يرحم والديكم، الله يجازيكم بخير. شوفوا من حالنا، راه حشومه عار وعيب. راه كنعيش انا ومراه عندها 74 عام، حنا جوج الناس عندنا روبيني واحد، وجابوا لي هذا العدد ديال الماء والضو.
راه حنا غير جوج ديال الناس، الدار خاويه ما عندي ماكينه الصابون، ما عندي حتى شي حاجه، عندي بوله التلفازه روبيني، الا تصبت فايتو انا قطعوا لي الماء والذوق. روبيني عباد الله، تقول لشي واحد يضحك عليك عندي روبيني في الدار، وجايبين له عندي جوج بولات وعندي التلفازه اللي كتفرج فيها، وانا ومراه انا وامي عندها 74 عام باركينها في الدار، حنا جوج الناس ما فايتين، وجايبين لنا هذا العدد، راه عار، راه منكر، راه حشومه. شوفوا من حالنا عباد الله، والله يجازيكم بخير، الا ما شوفوك ما ديروا لنا شي حل. اللي جايبين لنا حنا جوج ناس، جايبين لنا 14000 15000 شهر 7، راه عيب وعار، راه حشومه عليكم. 35 واحد كل واحد، انت خويا حنا شهر 7 جاتنا فيه 21000 غير في الماء، بعد 10000 ريال في الضو. حنا ما مستهلكينش هذا الشيء، ما مستهلكينوش. دابا حنا ما كيلوح اوراق، ما كيلوح حتى شي حاجه، ملي كتجي كيطلع لك البيسي بحال هكا كيقول لك هكا خلص. حنا ما بقيناش عرفنا شحال كناكلو شحال كنخلصو. علاش دابا هاد كورونا حكا ما يلوحوش الاوراق؟ يعفو علينا ما نبقاوش نخلصو. شحال كنتو؟ جاتنا 30000 ريال. 30000 ريال. اه. في شهر واحد. في شهر 7 بوحدو. يعني شهر واحد. شهر واحد في شهر 7 بوحدو. ودابا ما بغاو يديروا معنا حتى شي حل، جينا دير لنا شكايه، قال لك حقا سير واحد 15 يوم، جا دابا قال لك ثاني 10 ايام، دابا راه الفوق عند المدير الدنيا عامره، وباقي ما داروا معاهم حتى شي حل، ما داروه معاهم. كاين شي ناس اللي خداو لهم المكانه؟ ما حداناش، ما عرفت. المهم حدانا حنا لا. شنو واقع؟ خويا شنو نقول لك؟ انا فوق 15 عام وانا مدخله الماء والضو، عمرها ما فاتت لي الضو 2600 3000 ريال كاع، عندي الوراق. والما كذلك، ودابا جاتني 15000 ريال و600 في الماء، وجاتني 14000 ريال في الضو، وبزاف عليا. ما عنديش انا حتى واحد في الدار، انا بوحدي كاين انا وراجلي وليداتي. 15000 في الماء، 15000 و14000 الماء، راه يلاه خرجوا لي الوراق، وكنخلص غير 3000 مثلا، 500 600، ما كنستاهلكوش بزاف. قبل من هذا اللي خرج لك شحال خرج لك فيه؟ خرجت لي اللي قبل من هذا، خرجت لي 500، والشهر الاخر خرجت لي 440. 440 يعني شهر 7 راه بزاف، و 36000 ريال، ولا ما عرفت. المهم 15 14 30 بزاف عليا والله. وهضرتوا مع المسؤولين؟ دابا دخلنا عندهم، قال لك سيري غندير واحد ديكلاراسيون، واحد 20 15 يوم ورجعوا ثاني. غيجمعوا علينا الوراق ثاني، الا كانت 15 يوم 20 يوم. ها الوراق عندي انا كاع، ما عمرني خلصت انا هذا العدد. شنو النداء ديالك؟ والنداء ديالي دون نحل، حنا بزاف عينا داز كورونا، ما خدام حتى شي واحد، الوراق ما كيجيبوهمش لينا. دخلوا في هذا الشيء. واه ضروري خصهم يدخلوا في هذا الشيء، بزاف حنا كاع ما كنستاهلكوا هذا الشيء كاع. انا نعطيك خصهم يدخلوا في هذا الشيء، وحنا ما عندنا ما كنستاهلكوش. واش حنا دايرين وزين، دايرين شي حاجه؟ ما عندناش، عندنا الثلاجه والبولات، هذا الشيء اللي عندنا. حتى فريكو انا بعدا ما عنديش في الدار، ما كاين صابون ما كايناش، ما كنستعملهاش. يعني غير الشهر ديال الضو بوحدو زادت فيه 14. عمر ما جا غير الا شهر 7. 15 الا شهر 7. شهر 6 يلاه ديجا خلصتو، ما فيه غير 3000 وشي حاجه ما وضو. هادشي اللي غنقول لك. ودرسوا مع المسؤولين، قال لك سيروا بلاتي وعاد باش نعرف. اه 15 يوم وجيو ندرسوا في هادشي، ما فهمتش والو. وحنا خصهم يديروا لنا حل، حنا بزاف علينا هادشي والله، ما كذب عليك، كذب بزاف علينا. واخا عطي لهاد السيده، خذي تفضلي. السلام عليكم. قرب الميكرو. السلام عليكم. وحنا كنطالبوا بالناس اللي مسؤولين هنا في ازمور يدخلوا، بان الناس راه ضعافه، ماشي ناس حنا خدامين، كلشي برك من الخدامي، لا رجاله لا عيالات، والما والضو هلكنا. حنا كي غنديروا باش غنعيشوا؟ باش غنعيشوا وليداتنا؟ خاص ناس تدخل، الله يجازيكم بخير. كنطلبوا من سيد الباشا ديال ازمور والناس المسؤولين يدخلوا، يشوفوا هاد الناس راه ضعافه، ما عندناش باش ندخلوا، باش نخلصوا حنا الماء والضو. واش هما موظفين ما مسؤولش عليهم الماء والضو؟ يحسبوا علينا حنايا، تجينا الضو يجينا 13 الماء، الماء 24000. حنا ملي غنجيبوا هاد الميزانيه ملي غنجيبوها؟ حنا رجالتنا باركين، حنا مضاربين مع الدراري، خاصنا ما نوكلوهم. الزمور راه ضعيف، حنايا خاصنا اللي يدخل معنا. علاش كننتخبوا على الناس؟ علاش كننتخبوا؟ باش يوقفوا معنا، باش يشوفوا هاد البلاد المصيره في غادي. حنا هاد المدينه غادا الله واللور، الناس كتقدم وحنا غادي الله واللور. اذا الله يجازيكم بخير، دخلوا معنا وديري لنا شي حل مع الاراضيش، راه حنا ما عندناش، راه ربي اللي مطالع بينا. ما حنا خرجنا هنايا تلفتنا الله سبحانه وتعالى، راه ما كاينش اللي كيدق بابك ويعطيك شي حاجه، راه كله كيعرف راسه. الكبار ما كيعرفوا الصغار، والصغار ما كيقوم يديها فيهم تحت. الله يجازيكم بخير، الا ما تدخلوا وما دويو معنا وشوفوا شي حل معنا. شكرا شكرا اختي، الله يحفظك. خويا شنو واقع؟ خويا هاد الناس راه ما حالاتهم ولاو كايرين في هاد البلاد، ما بقاوش غير كيخلصوا الموضوع، ولاو بحال كايرين ما حالاتهم وكايرينهم، هذه هي الكلمه.
شكرا. شكون هاك خدي الميكروفون. شوف السلام عليكم. الضو خويا كحلو علينا في الضو بزاف، كيعجبنا بزاف ديال الضو. وحنايا ما كنستعمل، انا معدي في الدار ما عنديش حاجه بزاف باش غنستعمل هاد الضو كله، وكتجيني على 8000 9000 10000 12000 بزاف عليا هادشي كله بزاف. انايا ما نقدرش نخلص هادشي كامل. شهر واحد جاتني في 8000 ريال على الضو بوحدو، وانا عندي التلفازه. شهر سبعه شحال جات؟ جاتني في 8000 ريال. 8000 ريال شهر واحد. شهر واحد وشهر سته هو جاتني في 7000 ريال. عندي على الثلاجه، والتلفازه الثلاجه عندي صغيره، والتلفازه صغيرة بوحدكم. بوحدي ما معايا حتى شي حد، عاولي والو ما جيران حتى واحد، انا وراجلي وليدات. والشهر اللي قبل من شهر 6 شحال جات؟ شهر 6 قلت لك، وشهر 7 وشهر 5 شحال جات؟ هذاك شهر 5 عادي جاتني عادي نورمال. ما جاتي عادي. والخل الاخرين علاش كيحلوا في شهر 7 وشهر 6 كيحلوا فينا؟ شكرا. ما بقيناش نشوفوا المدرسة ولا نشوفوا الماكلة. ما كتشوفوا ان الناس كيحتجوا قدام هذه الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء مدينه ازمور، كلهم كيطالبوا بالحق ديالهم، كلهم جاتهم الفاتوره غاليه بزاف. كاين الناس اللي جاتو امراه بوحدها كيقول لك انها جاتني 15000 ريال 14000 ريال، وانا بوحدي وانا عندي غير ثلاجه. كاين اللي واصله 44000، كاين اللي واصله 40000 ريال. وكيف ما كتشوفوا مشاهده قناه شوف تي في، كذلك واحد السيد كيقول لك ان الدار ديالي مسدوده، الدار ديالي مسدوده ما فيها ما ساكن فيها حتى واحد، وجاتو 6000 ريال والدار مسدوده، وداك الشهر ما كانش هو كاع، قال لك جاتني 6000 ريال. فهذا هو النداء ديال هاد الساكنه اللي كيف ما كتشوفوا انهم مجمعين قدام هاد الوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء. من طبيعه الحال انهم يطالبوا بالانصاف ديالهم، ويطالبوا بالحق ديالهم، ويطالبوا كذلك بمراجعه الفواتير اللي تسلموها، يطالبوا بالمراجعه ديالها ومن التحقق ديالها. فكيف ما جاء اللسان ديالهم انه كيقول لك ان حنايا راه في كورونا، راه ما خدامينش، راه ما عندناش منين غادي ندخلوا، ما عندناش منين غادي نخلصوا. وهاد الناس كيحتجوا انهم باغين اذان صاغيه للمسؤولين انهم يتدخلوا. وكيف ما كتشوفوا كيف ما كتشوفوا ان الناس كتحتج، اسمع يعني الناس كتحتج. اللي ولاو يحطوا لك 40000 30000 اش بقى؟ وهذه المدينه ضعيفه، الناس ديالها ضعافه، الرجال ما بقاش لا خدام لا والو. اذا مين غنخلصوا؟ الدرويش هو اللي كياكل الشحم. علاش اللي ما يدويش هاد المسؤولين؟ علاش كنتاخبوا عليهم؟ اللي ما يدويش علينا وما يدويش على هاد الموضوع. اذا مع من غندويو؟ كنطلبوا السيد الباشا يتدخل في هاد الشيء. حنا يدير لنا حل، لا راديش الفوق راه كلها باقا بلوكيا. كي غنديروا حنايا؟ مين غنخلصوا هاد العدد؟ كل شهر يديروا لك ميزانيه يقول لك اصلاح، ملي كتجي الاصلاح ما كتلقاش. 2017 2018 2019 2020 ها هي الورقه من 2017 ها هي بدا من 2017 رجعت مع معمري خلصت هذا العدد اللي غنخلص 2020 في شهر 6 العام. داخلين في السبعينات، راه في السبعينات حنا اللي كنقولوا، حنا اللي راه حنا معمر بعد من 2017 معمري خرج لي هذا العدد هذا. واخا اذا المشاهده قناه شوف تي في، كيف ما كتشوفوا ان الناس مازال محتجين هنايا كيطالبوا بالحق ديالهم من طبيعه الحال. فمشاهده قناه شوف تي في غادي نختموا هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث مباشر واحد اخر. الى ذلك الحين كنقول لكم دمتم في رعايه الله والى اللقاء.